رجعنا لكم في حلقة اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في 2016 والضيف ديالنا أول إطلالة ديالو في الإذاعة أول مرة غيدوز في الإعلام قرر أنه يدوز عندنا مرحبا به جايب الجديد ديالو هو يا تيقول غير درويش هو العنوان الأغنية ديالو أنا غير درويش محمد أما نقولك محمد جمال زياتي مرحبا بك مرحبا بك جنة لاباس عليك صافا الحمد لله أول مرة في اذاعة أول مرة يعني. وكان ها كان لي لحد تكون في ميديا غاديو مرحبا بك انت ابن مدينه الدار البيضاء yeah. تتغني تتكتب تتلحن ياك ولا لا ولكن تشتغل عندك وي. خدمتك وي شنو تدير في الحياه سوي غرافيك ديزاينر غرافيك ديزاينر داكور دونك داكو. 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 قريتي تبارك الله وي الحمد لله والغناء دايرو خضره ايوه. فوق الطعام ولا ولا غادي ايوه. موازات ايوه. مع أيوة. الشغل ويا باراليل داكشي باراليل وي منين تا انت تتعشق الغناء صافي لونطون يعني مني كنت صغير يعني تقريبا كنت في دور الشباب تغني في دور الشباب شنو كنتي تتغني شي زمال الدين نكتي صغير يعني شنو من المدرسه اللي في... متاثر بها فنيا فنيا مدرسه الترابيه يعني اه الترابيه عبد نعم. الوهاب عبد العلي بالخياط الجو دي. العائلي ديالكم فني ولا انت بوحدك اللي خرجتي الغناء آه آه بالعكس العائله هي اللي حباتني في الفن آه كيفاش؟ يعني لدرجه ان الام ديالي كنا مثلا تنقراو كانس كانس كنت كانت هذيك الساعه كانت غير الكاسيت باش انت تعجبني شي اغنيه شي حاجه واش ديرها في الراديو واش تسجلها تنجي وتسمعها تسمع تقول لي انت هاي الاغنيه اللي من تما كاين تربات عندي ديك الفكره ديال الفن والغناء ومن تما كاين بقات غاده من هنا المنبر تنشكرها الله يخليها لك امين يا تسمع لينا لي. اليوم هي ضروري ونوجه لها تحيه سميتها زويده لاله زويده لك تحيه وتحيه لكل الامهات وكل الناس اللي متبعينا في الحلقة اليوم الضيف ديالنا سي جمال الدين الزياتي اللي اول سينجل ديالو في مسيرته الفنية آآ آآ هذا ماشي اول سينجل باسكو كنتي غتنزل سينجل قبل وي كنت غادي ننزل سينجل اللي و... و... كان سميته كان سميته سيليباتير وبخير اللي تزامنات مع نزول الاغنية ديال آآ ديال آآ ديال فنان اخر اه ديال ايهاب امير ديال ايهاب امير يعني. واش انت درتيها قبل؟ لا انا انا ديجا كنت كتبتها قبل و نفس الكلمات يعني لا العنوان لا لا غير العنوان و كونسيدونس وقعت انا فيه واحد القاعده يعني فاش نبغي نكتب شي فكره ولا تطيح لي شي فكره ندخل نقلب عليها في يوتيوب هي الاول تشوف إيه واش شي واحد مطرق لذاك العنوان آه او ديك إلا الكلمه لا ان الفيديو ان الاغنيه الجديده اللي حطيت دابا غتكتب العنوان ديالها ما غتلقى حتى شي عنوان مشابه لها مشابه لها نعم حيث ما كاينش الناس درويشين، حتى واحد دك اللي درويش. اي والله حصلنا مع الدراويش. امين. سميتو مشيت قلبت بحثت يعني بقيت خدام في العمل ديالي، خدام صوبت العمل ديالي. لسميتها؟ اللي سميتها؟ اللي سميتها سيليباتيغ بخير اللي كان الملحن ديالها هو ياسين بن ديك ساعة الساعة. خدامين فيها، خدامين صيفطت الكلمات والالحان صيفتهم لاغونجور، ديجا خدامين. م -م. لدرجة أننا صوبنا سميتو وصافي خدامين صوبنا لي برومو ديالها وداكشي وبديتي ترسلها في المواقع الاجتماعية بأن غادي تسمى سيليباتير اه وبخير حطيت واحد الكونسيبسيون كوم كوا راني غنلونسي واحد السينجل جديد سميتو سيليباتير وبخير لدرجة نتفاجأ بأن شبه لي فان أه. ديال 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 الفنان ايهاب امير, أمير. آه. تيدخلوا تيسبوا شي معيور وشي هضره وشي قالوا لك أنك كنقلتي لأنك... انني نقلت آه. الفكره وانني هذه وانا درجة انا ما كنتش ما كنش عارف انا حتى قالوا لي بانه راه لي وقع ولي وقع ولي وقع تندخل بانه كان حاط ديك الاغنيه نعم صافي من تما كاين يعني ولاو المشاكل ولاو الهضره ولا التهديدات غتحيدها ما غتحيدهاش غتشوف شنو غادي يطرا لك لدرجه تخلعتي وقفتي الاغنيه لا ماشي تخلعت لدرجه ان ما بغيتش المشاكل نعم فهمش يعني المشاكل انت انسان مسالم آه انا غير درويش <applause> نعم انا انت عاد درويش داكشي آه. علاش نزلت لهم الاغنيه علاش نزلت الاغنيه انا غير درويش على فكره درويش. هذه ديال الاغنيه كنتي غادي تسميها انت سيليباتيغ وبخير ايهاب امير غدنا سيليباتيغ وكاين مروان الحداوي اللي خرج تا هو قطعه سميتها نبقى سيليباتيغ دونك آه. آه. <applause> انتوما ثلاثه سيليباتيغ المهم المهم دابا المشكل هنا فين بقاش يعني مني تلقاو العنوان بانه راه تيقول صافي يعني الفكره راه الفكره هي راه ما و... عندها حتى عن... علاقه لا ما عندها حتى علاقه ب... وهذا مشكل كبير يعني الواحد راه الواحد خصو فهمت خصو يمكن لي فان تيكونوا تيكون داك الحب امتلاك يسمعوا ايه 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 ف... اي حاجه هذاك هذاك الحب اي انا فاهمهم يعني داك الحب اللي تيكون زايد يعني الحال انت اه ضروري دونك خلي دونك ما بقيتيش سيليباتير وخليتيها وليت انا غير درويش انا غير درويش المهم مرحبا بك جمال جمال الدين الزياتي شكرا انت تتشتغل ونزلتي اول سينجل ديالك الكلمات ديالك انت تتكتب وتتلحن درتي انت شي مع درتي اون فورماسيون اه تنقرا في كونسيرفاتوار ديال اللي عندنا ما كاين في الدار البيضاء اه الدار البيضاء مع موسيقي شنو تتعلم سولفيج دابا اه سولفيج وعندي دابا سنه اولى عود اه العود تبارك الله عليك مزيان دونك اه ضروري ضروري يعني يعني الا كنتي تدخل واحد الميدان خصك تكون ملمم بالنواحي ديالو يعني كيفاش يعني الالحان كيفاش يداروا كيفاش يعني واحد الوقيته غادي تلقى راسك ضروري ما غتوقف على داك الشيء تكون ديجا عندك واحد المعلومات عليه <applause> انا غير درويش انا غير درويش <applause> كيفاش جات الفكره دير هذه القطعه انا غير درويش يعني لاحظت ان سميتو ان الناس كلو كل كيفاش كل تطرح كيفاش تيطرح مساله ديال ديال في الاغاني ديال الحب ديالهم فهمتي <applause> <applause> يعني كل شيء يقول لك كل واحد والعنوان بلا ما نطرقوا العناوين طاحش على الفكره ديال انا غير درويش وصافي فاش حسيت بها وكتبتها صافي من تما كاين جات الفكره صيفطها للملحن اللي هو ياسين بن مليح عجباتو الفكره صافي وخدمنا على العمل هذا وراه وصلت للنتيجه الحمد لله مازال ما ماشي كليب هذه ما درتش لا درت لا غير لارج وانت تدير الجرافيزم يعني تقدر دير مونتاج وتصوب مسائل ضروري انت اللي صوبتي ليها ضروري ضروري انت ضروري تبارك الله عليك اذا اول مره على اذاعه اول مره في الاعلام جمال الدين زياتي دونك جمال زياتي ولا جمال الدين لا جمال ف... آه، الاسم الفني جمال زياتي جمال زياتي اما الاصل الاسم الشخصي جمال الدين زياتي جمال الدين زياتي انا غير درويش اول مره غنستمعوا ليها وراجع لكم ان شاء الله اه اكيد لي فان ديالك عجبهم الحال كاين شويه ديال لي فان شي ماشي شحال جمعتي في يوتيوب؟ ضروري ضروري شحال كل نهار طل تشوف شحال يوتيوب جمع؟ لا ضروري ولكن ماشي كل ساعه شكون الجمهور ديالك انت الان؟ جمهور منين يعني واش دار واحد سونداج عارف يعني كاين المنطقه او البلد اللي لا عندك فيه بزاف كاين 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 مقربين كاين الاصدقاء ديولي اللي قدام كاين كاين خارج المغرب الحمد لله يلا بداو لي فانتي يلا بداو لدرجة آه درت ان كاين عندي شي اصدقاء اللي ما عارفينيش انا اصلا تنغني تتغني دونك اليوم غيعرفوا من خلال برنامج موزايك ويشوفوا هذا اللقاء على يوتيوب ان شاء الله آه او يشوفوك آه في المواقع الاجتماعيه لاذاعه ميديا سواء الفيسبوك الله. او انستغرام آه غيقولوا كان مخبيه علينا آه. البارح كان عندنا واحد الضيف اللي كان مخبي على والدي بانه تيغني آه. واللي تاثر مباشره بقى في الحل لانه عرفتي يعبر يعني واحد خرجها من الاعماق ديالو لان صعيب انك تتهوى شي حاجه وما تقدرش تقولها للعائله ديالك ولكن هو اللي اللي عجبني انه تبارك الله قاري قاري هذا هو المهم قرا خدا الدبلوم ديالو ولكن بغا يعيش بالفن ديالو والديه ما عارفينوش البارح ما عرفتش شنو دار البارح كات... آه. تصنت لي تصنت لي وتاثرت به في حقيقة عشان حقاش تيبان لك هذاك الشاب انه طموح يعني مم. بغى يوصل لواحد الهدف رغم ان العوائق اللي كاينه هي اللي باديه من المحيط ديالو رغم ذلك بغى يوصل لواحد الهدف نعم <applause> برافو علي تبارك الله عليك اذا اليوم الاستراتيجية ديالك دابا انت تبارك الله تتقرا تدير الكونسيرفاتوار وكذلك تشتغل في الجرافيزم وداك الغناء غتخليه هكذا باراليل حتى تشوف واش برومي مورسو يشد دوزيام تخرج الغناء ولا تبقى هكذا يا بين وبين لا ضروري تبقى بين وبين حقاش انا انا, أنا الغناء ما كنتش حاطه من, الأولوي... من الاولويات من الاولويات ديالي من الاولويات اللي كنت حاطه هي يت... الدراسه نكمل الدراسه وندير داكشي اللي بغيت مني ساليت داكشي عاد اتجهت للغناء دونك مني نشوفو نشوفو شنو غادي شنو غادي يطرا ما مم. خممتيش ديري دير برنامج ديال اكتشاف الاصوات يعني مش تشهر دغيا صراحه الفكره ما مطروحاش ما عليا وطرحوها عليا بزاف الناس مي انا ما نحبدهاش علاش نح. ما تنحفظهاش شكليتي بغي يقول لك دغيا تشهر واخا نمشي في بريم الاول الثاني وانا وأن نروح دقاينا جماهيريه كبيره و... وي وي قد ما عندهم لي زافونتاج ديالهم عندهم لي انكونينيو وي ويسفدو حدين شنو خفتي تسلط عليك الاضواء وما بعد واحد تابعك من بعد لا ماشي هكاك عندها مشاكل ديالها بلا <applause> ما نهضر في الحيتيات انت اللهم نسدوا هذا الموضوع علاش كيفاش المشاكل ديالها شنو يعني انت ما جربتيش الحاجه باش تعرف كاين مشاكل لا واخا ما جربتش وليني كاينين تعرف الناس انهم داروا برامج هكذاك و... آه اللي درجه توصلوا لشي حوايج اللي ماشي 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 يظهروش العند العامه <applause> دونك انت ما بغيتيش دير هاد القضيه دونك غتبقى غادي بشويه بشويه آه شكون انا من دوك انا آه من دوك الناس اللي جي اللي جي اللي غادي ندقه بدقه ما اي مزربان شحال في عمرك 28 28 عام شويه عليك يعني انت غادي خدمتك هي الاولى <applause> والفن الا جا وشد مرحبا هاد الاغنيه انتجتيها انت دونك تكتب تتلحن وانتجتيها انت المشاريع مقبله كاينه الاغنيه جديده ان شاء الله كاينين مشاريع هذه متى نزلتي هذه دابا شي 3 جوغ تقريبا هذه آه. 3 جوغ يعني باقا باقا جديده باقا جديده <applause> نتمنى بان كاينين شي استراتيجي غادي تمشي عند الاعلام غادي تدور بالاغنيه ديالك ولا بلاتي ضروري ضروري كاين واحد استراتيجيه ان شاء الله ونحب هذا ان الناس يفتحوا الابواب حقاش وانت دخلتي جيتي للدار الكبيره واليوم عندك اكثر من 3 مليون و500 الف مستمع يوميا الح... في المغرب اللي تيسمعوك وكذلك كاينين مستمعين خارج المغرب اللي تنوجه لهم تحيه واللي عارفين بان كاين فنان اليوم تيستحق تشجيع من هذا المنبر نيت نشكر اذاعه ميديا مرحبا جمال زياد لا... لا انا لا غيري لا اي واحد حقش حقاش هو المتنفس ديال الفنان مثلا باش يتعذب على واحد برودوي تيصاوبو يصارع عليه يعني تبغي باش يوصلوا العام باش غيوصلوا العام خص خص الدور ديال الاعلام لسان دوي دعم لسان دوي دعم ل... آه... آه... لك يا حسراته على كاين بعض كاين بعض القنوات اللي غنقدر نقول لك عليهم يا حسراته ايوا نتمنوا بان كل شيء زوين كل شيء زوين كل شيء زوين خاصه ان, أن عاد كل واحد يكون بوزيتيف سي فري الاعلام بوحدو ما يقدرش يدير يعني الاعلام غيفتح يفتح لك الباب وغادي يساندك ولكن انت تتبين انت تتبان الخدمه ديالك ضروري دونك نتمنى لك التوفيق في المسيره ديالك انت يا كنتي شاركتي في موازين في 2015 شاركت في موازين في 2015 مع الفنان بوتبول حايم بوطبول حايم بوطبول يعني في الحفله ديالو اه في الحفله نعم. ديالو م -م اللي استفدت منها بزاف الحوايج تعجبك الشكوري؟ اه ضروري مش الشكوري آه. تعجبني الشكوري نعم اللي استفدت منه بزاف منه هي من ناحيه ديال التمارين من ناحيه ديال في الحضور في المسرح وهذه استفدت استفدت من التجربه ديال الموازين اللي استفدت اللي غتقدر تفيدني ان شاء الله في الكاريير يعني ديالي في المواقع الاجتماعيه جمال زياتي <applause> جمال زياتي في كاع في كاع لي ريزو سوسيو لي ريزو سوسيو داكور اذا احنا اليوم قربنا للمستمعين المستمعين في اول اطلاله ديالك في هذا اللقاء المباشر شكرا. اكيد يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 غيبقى مسجل عندك ضروري <applause> بالراس لان اول مره تطلع على المستمعين وعلى الناس اللي تيشوفوا يوتيوب من خلال هذا اللقاء المباشر استمتعنا معك نتمنى لك التوفيق شكرا شكرا وخدم على الجديد الجديد ديالك ومرحبا بك انت جيتي من الدار البيضاء عاد <applause> وصلتي <دا. عدو تصفيق> وصلتي معطل وغادي تعاود ترجع للدار البيضاء مره اخرى تجي وتغني لنا مباشره ان شاء الله كنتي في طريق الصوت ما كاينش ان شاء مع الله مع البرد والشتاء عليك آه شنو نقترحوا المستمعين؟ نقترحوا لهم اغنيه ايهاب امير آه سيليباتيغ سيليباتيغ اللي كنتي انت انت كنتي داير اغنيه اللي كان عندنا نفس العنوان اللي هو كان نبقى <applause> سيليباتيغ سيليباتيغ وبخير سيليباتيغ وبخير نبقى سيليباتيغ كان ديال مروان الحداوي تلفتونا <applause> <applause> كلكم <applause> سيليباتيغ <applause> 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 اذا نستمعوا لها وراجع لكم شكرا لك تنتمنى لك التوفيق شكرا شكرا جمال شكرا زياتي شكرا اخي منتصر اللي اللي تنشكرك انا بدوري على المجهودات اللي تدير ال... باش تعاون الشباب باش تنحاولوا احنا نعاونكم تنتم عاونونا ضروري بو... ومؤكد وقراو ضروري ومؤكد <applause> شكرا كل شي. شكرا راجع لكم بعد ما نستمعوا للسيليباتيغ قهرتونا عبي في الاخر head may